حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من الموصلة الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب. سيادة الفريق مساء الخير، أهلا بك معنا. معركة الموصل إذا اقتربت من ساعة الحسم، ما آخر التفاصيل والتطورات العسكرية التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية، وما نسب المساحات التي لا تزال في يد داعش؟ التقرير قبل قليل قلنا بأنه 12 كيلومترا فقط هي في يد داعش، هل تغيرت النسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية لجميع الكادر وتحية لمشاهديكم الكرام. قوات جهاز مكافحة الإرهاب لديها أهداف مهمة خلال سير العمليات، وآخر هذه الأهداف المهمة كان هو حي الإصلاح الزراعي. وحي الإصلاح الزراعي عبارة عن عقدة مواصلات ترتبط بها أحياء كثر من الغرب حي الاقتصاديين، ومن الشمال حي 17 تموز، ومن الشرق كان حي العريبي والرفاعي امتدادا إلى الأحياء الأخرى، ومن الجنوب حي الصحة والزنجيلي. بعد أن سيطرنا على هذا الحي انفتحت أمامنا سبل كثيرة لمعالجة بقية الأحياء، وبالفعل تم خلال هذين اليومين أو ثلاثة أيام السيطرة على حي العريبي والرفاعي، وكذلك جزء من حي الربيع امتدادا إلى الطريق اللي هو عبارة عن الطريق الرئيسي اللي يربط 17 تموز بالموصل القديمة. والآن تمت السيطرة على هذا الجهاز، قصدي العفو الطريق. قوات الجهاز بقت الآن قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على كل الأهداف المرسومة إلها ضمن قاطع المسؤولية في الساحل الأيمن خلال يومين أو ثلاثة ليس أكثر. إن شاء الله سيتم الإعلان عن تحقيق كامل أهدافنا اللي مرسومة لنا في الساحل الأيمن، وهو عندنا آخر الأحياء هو حي النجار اللي يسيطر على حاوي نهر دجلة. يعني الآن يعني فقط يومين أو ثلاثة أيام وتحرر الموصل بشكل كامل، ما الذي تتطلبه إذا المرحلة الحالية؟ أنا أقصد ليس الساحل الأيمن بالكامل، وإنما الأهداف المخصصة لقوات جهاز مكافحة الإرهاب ضمن الساحل الأيمن. وماذا سيتبقى بعد ذلك إذا ما تم تحرير هذه الأهداف المرسومة لكم؟ تبقى الأحياء اللي هي الزنجيلي والأحياء الأخرى، خاصة اللي هي تشكل الطوق الخارجي للمدينة القديمة اللي هي الرفاعي ومنطقة أو حي الصحة، وإن شاء الله هذه سهلة الوصول إلى هذه الأحياء، سيما وأنه بدأ الآن النزوح بالنسبة للعوائل من الزنجيلي وحي الصحة اللي قريبة على المدينة القديمة. هذا مؤشر أنه داعش تقريبا الثقل الأكبر من عندنا انسحب من هذه. طيب في هذه النقطة موضوع نزوح العائلات، يعني صار لنا فترة لم نسمع عن نزوح أي من العائلات وكانوا في قبضة داعش، حضرتك تقول بأنه هناك بعض العائلات نزحوا الآن؟ يعني خلال هذه الأربعة أيام سجلت عدد النزوح في محور قوات جهاز مكافحة الإرهاب أكثر من 17,000 شخص، كلهم مروا بأمان وسلام ومن خلال ممرات آمنة وتهيئة النقلية اللازمة، وهم الآن التحقوا إلى معسكرات النازحين. طيب المرحلة الحالية الآن ما الذي تتطلبه عسكريا بالنظر إلى المناطق التي لا تزال الآن تحت احتلال داعش؟ يعني احنا مواصلين عمليات التقدم باتجاه هذه الأهداف. أساليب العدو هي نفسها مفخخات، وأعتقد آخر موجة وجهها إن خلال هذه الخمسة أيام وجه إن من هاي الأحياء اللي ذكرتها أكثر من 30 عجلة مفخخة
القسم الأكبر من عدها تفجرت بمسافات بعيدة عن الحافة الأمامية ولن تؤثر على سير العملية، واستمرت قطعاتنا بالتقدم إن شاء الله. طيب أيضا تم إسقاط منشورات للمدنيين تفيد باقتراب طبعا بقرب انتهاء المعركة وتوجههم إذا ما صح التعبير، ماذا بالنسبة لسبيل حمايتهم خاصة في المرحلة الحالية؟ نعلم بأن داعش يستخدم كدروع بشرية وممارسة إرهابية مختلفة بحقهم. احنا المعلومات اللي تأتي لنا من خلال المصادر اللي موجودين مع داعش ومن خلال التعاون الجيد للمدنيين انه بدأوا بعد ان ضاق الخناق عليهم يستخدمون الدراجات النارية وكذلك العجلات الصغيرة وخاصة قياداتهم، لذلك ألقي أكثر من 5 ملايين منشور من طائرات القوة الجوية العراقية، وتحذر المواطنين من عدم استقلال هذه أو الحركة والتحرك خلال شوارعهم وخلال مناطقهم وأحياهم أن يتحركوا بالدراجات النارية أو العجلات، وفعلا الآن تمت معالجة كثر من العجلات وهي تحمل عناصر داعش. شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة، معنا الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، كنت معنا من الموصل مباشرة عبر الهاتف.